اتكلم عن طريقة استخدام الحمض الأوكزاليك بطريقة الرش والتنقيط، وهي الحقيقة من الطرق المميزة والطرق البسيطة في استخدام حمض الأوكزاليك. في البداية، حمض الأوكزاليك هو حمض عضوي وبيذوب في الماء وبيكون له اللون الأبيض المميز، والكثير من النحالين بيستخدموه وخصوصا في فترة الخريف لمكافحة الفروة. فطريقة الرش أو التنقيط بحمض الأوكزاليك بتعتمد على إذابة 30 جرام من الحمض في لتر مية أو محلول سكري مخفف بتركيز 50%، يعني بدوب مثلا نص كيلوجرام من السكر في نص لتر مية وباخد منهم لتر وبدوب فيه 30 جرام من حمض الأوكزاليك. بعد كده، بعد ما بيتم إذابة حمض الأوكزاليك، بيتم استخدام بخاخ صغير ويتم الرش على النحل، والرش يكون دون إغراق للنحل. وممكن استخدام طريقة الرش في حالة اللي هي طرود النحل الصغيرة، وعن طريق زي الشكل كده بيتم عملية رش على النحل دون إغراق، برضو بتفيد في تقليل الإصابة بالفروة. والتنقيط بيتم من خلال سرنجة، ويتم التنقيط على النحل بين البراويز الخشبية، ويراعي عدم إغراق النحل أثناء عملية التنقيط. وممكن استخدام وعاء ذو غطاء مثقوب ويبقى فيه عدد من الثقوب، ويتم عملية التنقيط على النحل. والميزة إن هي تعتبر من الطرق السريعة في توصيل حمض الأوكزاليك إلى النحل، وبالتالي إمكانية القضاء على الفروة. في نفس الوقت تعتبر من الطرق الرخيصة، يعني طريقة مش محتاجة تكلفة كبيرة، ولكن إلى حد ما مجهدة إذا كان عدد الخلايا كبير، فبالتالي النحال يحتاج إلى وقت كبير في عملية المعاملة. وبرضو علشان يبقى فيه فاعلية جيدة، لازم تكرار المعاملة على الأقل 4 مرات بفاصل زمني 4 أيام بين المرة والأخرى. شوفين عملية اللي هي الرش، وبيستخدم في الخريف وخصوصا لما تقل الحرارة عن 30 درجة مئوي. دايما الحرارة العالية اللي بتزيد عن 30 مئوي لا يفضل استخدام معاملات مع النحل. وأثناء عملية استخدام حمض الأوكزاليك يفضل أخذ الاحتياطات الكافية لحماية اليد وحماية العين والأنف من الأحماض، لأن تعرض الجسم والعين لهذه الأحماض له أضرار. بالتالي لابد من أخذ الاحتياطات وارتداء قفازات في اليد أثناء عملية التطبيق، وإذا أمكن برضو ارتداء كمامة لحماية الأنف. نشوف برضو ده شكل العملية التنقيط. برضو نلاحظ ان يفضل عدم الرش المباشر على الملكات، لان في بعض الدراسات اشارت الى فقد بعض الملكات بعد تعرضها للرش بحمض الأوكزاليك. لذلك احنا نقول عدم الرش او التنقيط المباشر بتركيز عالي او يعني اغراق للنحل وخصوصا الملكة. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.